وهنا يجي سؤال مهم قوي، احنا ليه ما بقاش عندنا اعمال دراميه وسينمائيه حديثه الاجيال الجديده وتعرفهم تاريخ بلدهم العظيم، وكمان طبعا بطولات الشعب المصري والجيش في المرحله دي، وخصوصا في ظل كل حملات تشويه التاريخ اللي بقينا بنشوفها على السوشيال ميديا. علشان كده لازم يكون معانا دلوقتي مداخله مع الناقده الفنيه دعاء حلمي عشان نعرف منها كل التفاصيل. ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير، كله تمام. في البداية عايزين نعرف منك ليه ما بقاش في أعمال فنية بتتكلم عن مرحلة حرب أكتوبر؟ هو في البداية احنا الأفلام اللي اتعملت كانت متأثرة جدا بالحالة المزاجية للشعب والحالة العواطف والمشاعر والانتصار وكل ده، فبالتالي الأفلام اللي اتقدمت، لأن دايما ما بتقدمي أي فيلم خاص بالحدث ما بيبقاش متناول كل الجوانب، فبالتالي انت لا عندك اساسا ضعف وهشاشه في الافلام اللي اتقدمت اصلا عن حرب اكتوبر، فبالتالي احنا دلوقتي عندنا مشكله ان التاريخ حد تاني هو اللي بيحكيه، عشان كده بنشوف على المنصات الاجنبيه بيتم رصد الاحداث التاريخيه اللي ليها جزء ويمثلنا احنا، هم اللي بيقوموا بيتكلموا عنها، ده نتيجه ان احنا غفلنا عن ان احنا نحكي الحكايه بتاعتنا، فبالتالي تقصير طبعا عندنا تقصير كبير. السبب اسباب كتير، اولا لان انت محتاجه ميزانيات ضخمه عشان تعملي افلام بالمستوى اللائق اللي هتتكلمي فيه عن حرب مجيده، حرب اخيره حصلت في هذه المنطقه، انها كانت الحرب النظاميه الاخيره في الشرق الاوسط او في منطقتنا العربيه تحديدا، فبالتالي انت لازم تبقي على قدر الحدث. فبالتالي الكتابه اكيد هيبقى فيها، هيبقى عندنا مشكله في الكتابه، لان مين اللي دلوقتي هتلاقيه على وزن كاتب كبير زي صالح مرسي، ان هو تطلعي منه عصاره التجربه العظيمه اللي مرت بيه كمواطن ضمن الشعب المصري، ضمن بيمر بالظرف السياسي ده، فانت مين اولا هتجيبي ورق ده بالشكل اللي احنا محتاجينه؟ الحاجه الثانيه التكلفه الانتاجيه الضخمه اللي انت هتترصد لها، احنا شفنا طبعا فيلم الممر وفيلم السرب ومسلسلات كتيره قوي الحمد لله الفتره الاخيره، بدايه من الاختيار، هجمه مرتده، كان عندك مسلسلات كتيره جدا تناولت الشكل العسكري المصري، بس 73 تحديدا دي بقى دي اللي محتاجه فيها يعني تكثيف وتكريس عشان ما حدش تاني يجي يحكي لنا حكايتنا احنا. طيب حضرتك بتقولي مين اللي هيجي ومين اللي... طب قولي لنا من وجهه نظرك ازاي نعمل فيلم جيد، خلينا نتكلم بطريقه ايجابيه اكتر، ازاي نعمل فيلم جيد وناجح عن فتره حرب اكتوبر، وخصوصا ان الفتره دي مليانه بالقصص والحكايات اللي لسه ما اتحكتش. اولا الجانب الانساني للشعب المصري، لان احنا رأفت الهجان اثر فينا لغايه النهارده بشكل كبير جدا، عشان بين لنا البني ادم ده كان عباره عن ايه، من المآخذ احيانا اللي كنت باخدها على اي مسلسل بيتناول الناحيه العسكريه ان بتبقى جافه شويه، ما بحتاجش ان انا عايز اشوف البطل بتاعي ده اتعمل ازاي، ده ربنا اللي عامله، يعني ربنا صنعه على ايده عشان يبقى شهيد او عشان يبقى صاحب رساله كبيره في ارض طهره، فبالتالي انا محتاجه اعرف اكتر الابطال دول اتربوا ازاي، عاشوا ازاي، حبوا مين، قصص الحب اللي كانت في حياتهم، ان اكيد كل واحد فيهم كان ليه حبيبه مستني ان هو يرجع لها، سواء كانت مامته او اخته او بنته او مراته، تبقى حاجات انسانيه اكتر، يعني نركز على الجزء الانساني اكتر حضرتك قصدك، بالاضافه بقى لان انت تغزليه في الظرف السياسي للمنطقه، انت ايه الضغوط اللي كانت عليكي، انت ازاي قدرتي تخرجي من عنق الزجاجه، ازاي قدرتي تتحدي ظروف مصنوعه عشان توقعك، فبالتالي انا كل ده محتاجه احس بيه بشكل ان انا جوه الحدث، مش مجرد متفرج او متلقي او بتفرج على حدث عسكري مجهز، زي مع احترامنا احنا بنتفرج دلوقتي على الافلام بتاعه الحرب العالميه الاولى والثانيه وما الى ذلك، لكن هل دي تساوي وتوازي الحفاظ على ارض سيناء؟ لا، مع احترامي ما يجوش فينا حاجه خالص، لان ده حق تاريخي من ايام الفراعنه، فبالتالي انت ما انتش بنت امبارح عشان يتقدم عنك عمل استهلاكي خفيف، او ان انا بداعب بيه القوى الوطنيه والحماس الوطني وما الى ذلك، لان لو بس عين الحماس الوطني او شحن فكره الدفعه المعنويه الدافعه تبقي ورا بلدك، بس ده كمان بيخفض مع الوقت، عشان كده رأفت الهجان عايش لغايه دلوقتي طبعا، في حين اعمال كثيره جدا للاسف بتسقط من ذاكرتنا، فهي الفكره بقى المس الوجدان ازاي، هو ده وانس ان احنا لقينا عمل يلمس وجداننا، لازم الدوله تنتجه بشكل يليق بالحدث، واكيد هيحصل ده، لان اوريدي بيحصل في اعمالنا كلها، يعني ما اقدرش ننكر النقله التكنولوجيه والبصريه اللي بقت عليها
الشركه المتحده بانتاجاتها الضخمه في شركات انتاجنا المصريه، لا احنا بقينا قادرين على المنافسه. هو مين يقدر يعمل مسلسل زي الحشاشين؟ مين يقدر يعمل مسلسل زي جودر؟ لا احنا كبار، بس احنا كنا ناسيين ان اتلخمنا بس كده. الناقده الفنيه دعاء حلمي، بشكر حضرتك جدا على المداخله.